السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وسلامة. جيت لكم اليوم فيديو جديد نتكلم به على طريقة سهلة وسريعة ومضمونة لنجاح الورد الطبيعي إن كان خارج البيت بالحديقة أو داخل البيت. إذا عندكم ورد طبيعي من المهم جدا أنه تعتنون به حتى يطول ويطول عمره ويثمر ويكون خالي من الأمراض والأوبئة. نتعرف اليوم على العوامل الأساسية اللي لازم تتبعوها حول الاعتناء بالورد الطبيعي أيا كان الورد. طبعا من ناحية الري لازم تحرصون أنه تكون التربة حول جذور الورد دائما رطبة، لكن ليس بشكل كبير. لازم تقوم بري الورد بحالات الجفاف من تقريبا 5 يعني من تقريبا 2 الى 5 سنتيمتر من التربة، وتحرصون انه تقوم بري التربة بلطف وببطء حتى تمنعون جيران الماء السطحي وحتى تضمنون تغلغلها بالتربة. ولازم انه توصل المي الى عمق 30 سنتيمتر، واكو هناك العديد من الطرق اللي ممكن انه تقومون بري الورود بها والادوات همات، لكن من افضلها الري بالتنقيط. هاي طريقة راح تسمح لكم انه تقوم بالري الورود ببطء. هو هذا الورود يحتاج الري ببطء. ممكن انه طريقة الري بالخراطيم تعمل بنفس الطريقة، هاي نفس طريقة التنقيط، لكن ممكن انه تعمل على ترطيب الورود السفلية، وبهذا الشيء راح تعتمدون على ضغط المي. ممكن انه ايضا تقومون بريها بالرشاشات، وهي الطريقة ممكن انه تسبب بانتشار الامراض لبعض الورود للأسف. لكن من الافضل انه لما تستخدمون الري بالرشاشات للورود تقومون بهذا الشيء في الصباح الباكر او فترة ما بعد الظهر، حتى تتجنبون تجفف الاوراق في المساء. امتنعوا تماما عن الري الورود بالرشاشات في فترة المساء وما بعد الليل. اما من ناحية التقليم، فالربيع هو الوقت المثالي، موسم الربيع موسم جميل جدا، هو الوقت المثالي والموسم المناسب لتقليم الورود. ما يحتاج كل انواع الورود لازم تسوي لها تقليم. ممكن اكو ورود معينة ما يحتاج اصلا الى التقليم، فكل هذا الشيء يعتمد على نوع الورد، الحجم مع الورد. يتم تقليم الورد قبل تفتح براعم الأوراق حتى تعطون الورد القوة للنمو، ويتم أيضا قص الفروع بعد ما تصير تقريبا 0.6 سنتيمتر فوق البراعم، أو الفروع تقصوها اللي تكون غير سليمة. أما من ناحية الرش، لازم تحرصون على رش الورود بالمواد العضوية، لازم تكون مواد عضوية خالية من الكيماويات، وهذا الشيء راح يعمل على حماية الورود من إصابة بالأمراض الفطرية ويخليها مناعتها يعني يخلي مقاومتها للأمراض الأخرى قوية من أمراض مثل الفطريات. طبعا الورود تتعرض للكثير من أنواع الفطريات، من أهمها البقع السوداء اللي تنتشر غالبا في فصل الشتاء. هذا الشيء يعني لازم تنتبهوا له، لازم تفحصون الورد بطريقة جيدة حتى تكتشفون المرض بوقت مبكر وتسيطرون عليه. وأيضا لازم تحرصون على زراعة الورود في منطقة مناسبة لها ونوع مقاوم أيضا للأمراض، وتراقبون الورود باستمرار مثل ما قلنا حتى تشوفون إذا أكو أي مشاكل بيها تظهر عليها تدخلون وتسيطرون على الوضع. من ناحية التسميد، لازم تخلي الأسمدة والمغذيات المعينة الخاصة فقط للورود. إذا كنتوا تزرعون أعشاب أو أشجار ونباتات أخرى، ابتعدوا عن استخدام هذه الأسمدة، لأنه الورود تحتاج إلى أسمدة خاصة لها، وتقومون بتسميد التراب في فصل الربيع بعد عملية التقليم وقبل شهرين من موجة الصقيع الأولى في المنطقة اللي عايشين بيها، حتى يتم وضع السماد على التربة تحت الأوراق، وتحرصون أنه ما تلمسوها، ما تلمسون براعم بالتسميد بمحلول التسميد. وأيضا بعدين وراء ما تقومون بتسميد التربة تذبون عليها مي، يعني
تسقون التربة، لأنه هذا الشيء راح يساعد على تقوية الورود ويساعدها على مكافحة الآفات. ممكن أيضا تستخدمون المهاد أو النشارة حتى تضيفون مغذيات للورود، مغذيات مهمة جدا لنمو الورد. وأيضا هذه المهاد أو النشارة تستخدموها بنفس الوقت راح يمنع نمو الأعشاب قدر الإمكان، الأعشاب الغير يعني مرغوب بها، ويحافظ على رطوبة التربة. وممكن أنه تطبقوه فصل الربيع مع ارتفاع درجة حرارة التربة، وأيضا قبل لا تبدي الأعشاب الغير مرغوب بها بالنمو ممكن أنه تخلوه على الورد بأي وقت خلال موسم النمو، وتستبدلوا أيضا بين فترة وأخرى حتى ما يصير يعني مقاومة لهذا النوع من الأغذية. وصلت إلى نهاية الفيديو، إذا عجبكم محتوى القناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلون